السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا عن عصائر الفاكهة. عصائر الفاكهة مصدر ممتاز لكثير من الفيتامين والمعادن والمركبات النباتية الأخرى التي تقاوم الأمراض خاصة السرطان، وعصائرها تساعد في تنظيف الجسم وصحته، ويفضل تجهيزها بالمنزل واستهلاكها مباشرة، ويا حبذا لو بالتناوب مع عصير الخضار السابق الحديث عنه، حيث أن كثير من العصائر المباعة والجاهزة تمت معالجتها بالحرارة ليطول عمرها حتى بيعها، إضافة لاحتمال إضافة المواد الحافظة لها. يوصى بتناول 2 كوب منها يوميا طازجة، يمكن زيادتها لأربع أكواب إذا رغبنا في سرعة التئام الجروح والشفاء من الأمراض. يعتبر البطيخ متضمنا القشرة السليمة عصيرا منعشا ومفيدا، خاصة إذا كان قد أنتج بطريقة عضوية بعيدا عن الكيماويات. كما يمكن استخدام التفاح مع مراعاة إزالة بذوره قبل العصر، فيتحوي مادة السيانيد السامة. اضطرارا بنزيل القشرة من الفاكهة التي يخشى أن تكون تعرضت لاستخدام المبيدات، فهي تحمل بقايا المبيدات السامة. لائحة الاختيار من الفاكهة كثيرة، ممكن استخدام الشمام، الكيوي، الجوافة، الكمثرى، وكذلك الفراولة والتوت. والحمضيات يجب أن تزال قشورها زي الجريب فروت والبرتقال واليوسفي. يلاحظ أن التمور والجميز والتوت لم تتعرض للمبيدات الكيماوية، كما يغلب عدم استخدام أسمدة كيماوية في إنتاجها. ويمكن تشكيل عصير الذي يرغبه الإنسان، وجود عدة نوعيات معا أفضل بالتبعية وأعلى في الفائدة. مثال لعصير مفيد: ثمرة كيوي مؤشرة، عنقود عنب أحمر، ثمرة تفاح أخضر. ويتم شرب العصير بعد إخراجه من العصارة مباشرة، وهذا أفضل. بارك الله الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.